فمن أراد أن يكون في ركب الإمام الحسين عليه السلام فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبدأ الإنسان بإصلاح نفسه. ومن أراد أن يكون من أنصاره سلام الله عليه فليسعى في تحقيق هدفه الالتزام بالتقوى ودعوة الآخرين إليها. ومن يرغب أن يكون من خدمته سلام الله عليه فليحيي فاجعته بكل طريق مباح. ومن أراد أن يكون في سفينته لينجو من مهالك يوم القيامة فليهتم بالشعائر الحسينية ضمن الالتزام بالواجبات الأساسية، وأهمها إقامة الصلاة في وقتها والسعي في صياغة الإنسان حياته في قالب الدين. فهلموا شيعة الحسين إلى سفينة النجاة، سفينة الحسين عليه السلام، وهلموا إلى مرافقة الأبرار كأنصار الحسين عليه السلام، وهلموا إلى المجاهدين في سبيل الله من خلال إحياء الشعائر، وهلموا إلى كسب شفاعة الإمام الحسين عليه السلام من خلال خدمته.